أهلا أبو شاذ. إحنا من جايين نزعجكم بس حابين تشرفونا على عرس أمان. بس الواجب واجب. يسلموا إيديك. سايقين بعدنا عم نوزع المكاتيب. بعد لنا بس 340 مكتوب. مجبورين بيت بيت على الطريقة النصراوية. يا ريتك معنا هون. عليك ساكن مع سلمى؟ اسمها ندى يا بابا. كيف أمريكا؟ إيطاليا. يلا بين مش أبوك حكى لنا إنه عم بفكر ترجع مزبوط؟ لهون؟ لا. في مستشفيات كتير منيحة هون. أنا أركيتكت. يعني مهندس عمار؟ يعني هو بفكرني دكتور. يعني كذبت عليه. أنت بتعرف أبو رامي. يضلوا يحكي عنك. كتير رافع راسه فيك. لو أبوي كان يضل يحكي عني هيك. أمي يمكن ما تجيش. أنا هبلة كنت لازم أعرف من الأول. عرس بنتها، شو هالحكي هذا؟ مش هذا دايماً إحنا آخر ناس. جوزها عم بيموت. أحلى عروس. شكراً بابا. كنت ساكن بعين المستوطن. وانا يا أبي. مستحيل أعز مع عرس أختي. يابا هذا الزلمة شباك. اطلع السيارة! أعند من أمك! مش السهرة ب 18؟ ما عم تمزحوا. وين عن الدنيا؟